السلام عليكم اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم طبقنا هو سوسيس ديال الزعتر والفرماج. كيجي طبق لذيذ، ما تسخيش تشبعي منه، يمكن لك ديريه في الغداء او لا تقدميه في العشاء. ندوزو للمقادير ديالو. بسم الله وعلى بركه الله. بسم الله، عندنا هنايا واحد نص كيلو ديال السوسيس ديال الزعتر والفرماج، عندي بصله صغيره مقطعه، عندي فليفله حتى هي بواور مخلطه بين الحمراء والخضراء، شويه ديال الملح، عندي واحد شويه ديال زيت الزيتون، عندي واحد شويه ديال جهد واحد المعلقه ديال مطشه الحك، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، الفلفله حمراء تحميره، الفلفله السودانيه، وشويه ديال القزبر المطحون، القزبر اليابس المطحون. ناخذ واحد المقله فوق النار تكون مهيله النار، نزيدوا عليها زيت العود، نضيفوا هذيك البصله مشنفه مع الفلفله، ونحركوا كل شيء. نحطيو المقلة باش تبدا لي هاديك الفلفلة والبصلة واحد شوية، هداك الطريف ديال مطشة الحك كنزيد عليه واحد الماء واحد شوية الماء، كنحركو باش يتسلق، كنضيفو على داك البصلة والفلفلة، وكنحركو هذاك العناصر كامله باش تنتج مع بعضها. ما كتنساش العناصر مع بعضياتها، كنبدا نزيد في القامه ديالي اللي هي شويه ديال الملح، سكينجبير، البزار، القزبر ديال المطحون، الفلفله السودانيه تحميره حمراء، الفلفل الاحمر، نحركهم مع بعضهم. العافيه تكون مهيله بزاف بزاف. تقدري تزيدي واحد شويه ديال واحد نص كاس العنبه ديال الماء على هذا الشيء باش يلا يطبخ مع بعضياته وينتاج مع بعضياته مزيان. من بعد كنبدا نزيد في لي صوصيس، كنطلق الصوصيس، كنقطعو كل وحده كنفرقها على بعضياتها وكنبدا نزيد فيها هكا. ملي كيطيب على داك الجنب التحتاني واحد شويه، واحد دقيقه حتى لجوج دقائق، كنجيب هذاك العود ديال السنان يكون جديد نقي، وكتبدا تثقبي في هذاك السوفيس ديالك باش يخرج داك الماء اللي فيه وباش يدخلوا الطياب مزيان. بدات دوز عليهم كاملين، كتقضيهم فيهم جوج ثلاثه تقيبات في واحد، تقضيهم كاملين، من بعد واحد مرور واحد جوج دقائق كنبدا كنقلبهم في الاتجاه الاخر باش يدخل الاتجاه اللي تقبلتو باش يدخلو الصوت الطياب. صافي، كنبقى على هاد الطريقة حتى كنكملهم كاملين وكيطيب الصوصي ديالي وكيتبخر شويه هذاك لاصوص اللي فيه، كينقص واحد شويه
باش يجي خاطر. وهذا هو الطبق ديالي اللي طاب، كيجي خاطر وكيجي بنين. جربوا ما غاديش تندموا، غادي يعجب الوليدات ديالكم. نتمنى اللي شاف هذا الفيديو يعمل لي جيم ويعمل او اشتراك في القناه ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. ونتمنى لكم ان شاء الله رمضان كريم، ندخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.